سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. إن رحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا. بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، لاباس عليكم؟ بخير، كدير الأمور؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا على خير وبخير، كنتمنى إن شاء الله تكونوا دوتوا العيد مزيان، تكونوا فرحانين، ومازال إن شاء الله تكمل الفرحة مع السماع ديال خبر النجاح. إذا بالنسبة إن شاء الله النتائج ديال الامتحان الجهوي ستكون ابتداء من غدا في مسار. إذا ما عليكم ابتداء من غدا إلا الدخول إلى مسار للاطلاع على النتائج، ولما لقيتوهاش غدا إن شاء الله، إحنا كما قلنا يعني ابتداء من غدا ستكون في مسار، يعني لما لقيتوهاش غدا راه ممكن تكون الجمعة أو السبت أو الأسبوع المقبل. وهذا الفيديو إن شاء الله تبارك وتعالى بالنسبة للتلاميذ، لأن راه في القناة الحمد لله كنا تلاميذ من جميع جهات المغرب. إذا أي تلميذ لقى النتائج ديالو في أي جهة يكتب لنا أنه تم وضع النتائج باش يدخلوا التلاميذ ويطالعوا على النتائج ديالهم إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا في التعليقات نجعلوا هذا الفيديو هذا محطة للاطلاع على النتائج إن شاء الله تبارك وتعالى، باش التلاميذ كلهم يعرفوا النتائج ديالهم، وحتى اللي يلقى شي إشكال أن يعني نحاولوا نتعاونوا معاه ونشوفوا طريقة كيفاش يقدر يطالع على النتائج ديالو إن شاء الله. وهذا من طبيعة الحال غنستافدوه من عند التلاميذ باش إن شاء الله الجميع يقدر يوصل على النتائج ديالو إن شاء الله ويشوفها. وبالنجاح للجميع والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.